حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أمية عن مولى لهم عن مزاحم بن أبي مزاحمين عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد عن رجل من خزاعة يقال له محرش أو مخرش لم يكن سفيان يقف على اسمه وربما قال مخرش ولم أسمعه أنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الجعرنة ليلا فاعتمر ثم رجع فأصبح بها كبائت فنظرت إلى ظهره كأنها سبيكة فضة.